إذا هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه مشاهدينا الكرام ينطلق الشوط الثاني للصعوب الجعدان، حيث تابعنا معاكم الشوط الأول للصعاب، فكان التواجد والحضور من انتزعت ناموسي الشوط الأول للصعوب اللي هي شانية المبارك بن محمد بن خيرة الشريفي، سجلت بتوقيت 2:13 تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. نتابع وإياكم المركز الأول ومقدمة هذا الشوط هنا مع البداية والصدارة، من يتقدم على المركز الأول اللي هو شاهين بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، من يعلن تواجد شاهين على المركز الأول في هذا التحدي. المركز الثاني هناك على المستوى المركز الثاني يأتي اللي هو منادي لمحمد بن جابر بن مصلح الأحبابي على المركز ثانية، وثالث الأرقام اللي هو الشامخ على المركز الثالث القادم والواصل مع انطلاقة هذا الشوط لغانم بن سالم بن سلطان بن ميرين الكتبي على المركز الثالث في هذا التحدي. إذا على كل حال نرجع إلى المقدمة، نتابع وإياكم الصدارة والمركز الأول مع منادي في صدارة الشوط لمحمد بن جابر بن مصلح الأحباب ينطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط بسيطرة وانطلاقة منادي على المركز الأول، ولكن شاهين قادم على المركز الثاني للدكتور سعيد بن سالم الشيخ في ثاني المراكز في هذه اللحظات القوية، ولكن اللحظات الأخيرة الفوز لمن؟ الانتصار لمن؟ هنا نتابع المركز الأول الصدارة مع منادي لمحمد بن جابر بن مصلح الأحبابي على مقدمة هذا الشوط، ينتزع المركز الأول تهانينا والناموس إلى مالك منادي محمد بن جابر بن مصلح الأحبابي على انتزاع منادي بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول على المركز الثاني من شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ المركز الثالث، إذا التوقيت الزمني 2:15.